بسم الله الرحمن الرحيم. تسر موقع إسلامينو أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك، اللهم آمين. عباد الله، أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، كان كلامنا في الجمعة الماضية في باب من أبواب الأخلاق التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحنيفية السمحة ليستكملها، بداية بترسيخ العقيدة توحيد الله تبارك وتعالى، ثم تعليم البشرية الأخلاق. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صلى الله عليه وسلم. وإن من أخلاق الكبار ومن مكارم الأخلاق رعاية والاهتمام بهذه الفئة التي تكلمنا عليها في الجمعة الماضية، هي فئة المسنين وكبار السن، يوذن قراما كبار السن. وهذه الفئة أيها المؤمنون من الناس ينبغي أن تراعى ظروفها وتراعى حقوقها، ونرى أنها يعني هذه الفئة يوذن قراما صراحة التاس المسائل الحقوق إذا سنضيع ذي الحق نسن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يرزقنا أداء حقوق غيرنا، لأننا سنسأل عنها يوم القيامة، يوم الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. في الجمعة الماضية تحدثنا في تقديم عام عن هذا الموضوع، وذكرنا بعض الفوائد وبعض الفرائد، ووعدناكم بأن نستمر في هذه الجمعة بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الباب. دعوني أن نفتح صفحة ونطل عن كتاب الله، نطل في كتاب الله تبارك وتعالى. أنسجخ القرآن الكريم كلام رب العالمين جل جلاله، ميسي ورب عز وجل خيوذان قرن، واش رب عز وجل تكلم على الناس الكبار، تكلم على الكبر، على الشيخوخة في كتاب الله تبارك وتعالى. هي كثيرة الآيات، لكن حاولت بإذن الله تبارك وتعالى أن أنتقي بعضها حتى يتسع المجال للكلام. مرحلة كبر السن والشيخوخة تكون بقدر الله جل وعلا. معلوم أن الإنسان ثمغاء وتتخضاشة، معلوم أن ثمغاء الإنسان وغازس بالدخل وتتخضاشة بزز عليه، هذه مغاء الإنسان إذا لم يتوفاه الله تبارك وتعالى بزز عليه ضيوض الشيخوخة، يعني لا دخل له فيها. وإلا لو كان للإنسان دخل فيها لما رضي أن يترك الشباب يوما. ما عليك الإنسان يزمال ذي دخل قخف النسوة مغاشة عما صدي يخضى هذي مغى هذي قيم، دائما شباب، دائما يمحض، دائما يستطيع أن يصلي واقفا، دائما يستطيع أن يبذل الخير، يسعى في الخير، يدعو إلى الله عز وجل، إلى غير ذلك من الأمور، يبقى دائما صحيحا معافا شابا. لكن الله سبحانه وتعالى من آياته أن قهر العباد بهذه الشيخوخة وبهذا الكبر، حتى يعطي سبحانه وتعالى دليلا ونذيرا، وهو الشيب. من هذا الإنسان أزجف الشيب أزجف ذي بدر كولور، وإلا فهارا إذا ورد أزجف ذي بدر كولور زيش،
طوال قيم شمشنا مش حوالي جن وقت واحد ما يوضع 50-60 سنة 70 نهارا 15-20-25-30 سنة أتري أشوف وفي نسيب الدب وظهور الشيب على ما على الكبر. هذا هو معظم يعني ما يكون أن الإنسان إذا ظهر منه شيب فيدل هذا على أنه يكبر في السن ويتقدم في السن. فينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعلم بأن الحياة لها نهاية وبأنها بالأمس القريب تغدى حضير تغدى حجر مزان ما لساسي في مسخوع روايز ما ينقرب بعد شهر شهرين ثلاثة أشهر يدكور يتنقرب بعد ثلاث أربع خمس أشهر يدكور يتغيمة بعد سنة سنة ونصف يدكور يقوى بعد ذلك يصير شيخا هرما وتصير المرأة عجوزا على وايد فريغ يتقوي سمين جديد يدكور بمي من نحط غاشت ثم بعد ذلك يتغيم ضيث مواط حميد تسخو على ما مشي تجي مصنها يمزو يتسخو على كما كنت كينعس على الظهر ديالو أول مر ما ولدته أمه يصبح حينما يكبر كذلك يتسخو على النس ما مشي تغدم الزين. نسأل الله أن يرحمنا وأن يلطف بنا اللهم آمين. عباد الله إخوة الإيمان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. في قراءة حفص الله الذي خلقكم من ضعف والضعف والضعف سيان الله عز وجل خلقنا من ضعف ما رأيتم الإنسان بجده من الخعد حين يولد خمه التجيمس لا يملك من نفسه لا يملك لنفسه حولا ولا قوة لا يستطيع حتى أن يعبر عن مشاعره وعما يدور بداخله وعن آلامه وعن شيء من هذا ولا يستطيع أن يشير أو أن يذكر شيئا أو يقول شيئا أو أن يمشي أو حتى أن يتقي حر النار أو حر الشمس أو قساوة البرد أو ينقي من يضربه بالأحرى لا يستطيع. هذا على سبيل لا يملك لنفسه شيئا. ثم الله عز وجل قال ثم جعل من بعد ضعف قوة بعد هذا الضعف تأتي القوة. قوة ماذا؟ قوة الشباب. يستطيع الشاب أن يدفع بيديه يستطيع أن يمشي يستطيع أن يتنقل من بلد إلى آخر لوحده يستطيع أن يبيت في العراء أن يبيت لوحده يستطيع أن يتحمل مسؤولية البيت يتزوج ثم بعد ذلك يكون له ذرية ويستطيع كذلك أن يقوم بشؤون الناس ورعاية الناس بأن يكون حاكما بأن يكون وزيرا أو أقل من ذلك أو أكثر. ثم قال الله عز وجل ثم جعل من بعد قوة ضعفا ثم بعد هذه القوة قوة الشباب 40 سنة 45 50 سنة يأتي الضعف من جديد يأتي الضعف من جديد ثم يعقب الضعف بعد ذلك فيهون هذا الجسد ويضعف البصر ثم بعد ذلك تخار قواه أثار اسمي غيم غاصة في الدكور جهرني تغذي سمار يروح سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير سبحانه. قال الله عز وجل ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الله عز وجل قرن ومنكم من يتوفى يعني في سن الشباب في سن القوة مش حن يوذن تمتن في شباب يموت طفلا يموت شابا 18-20-25 سنة 30 سنة يتوفاه الله عز وجل يبلغ أجله فيموت في هذا السن. يقول الله عز وجل ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ذن ويسخر رب عز وجل إلى أرذل العمر إلى عمر طويل كما قال صلى الله عليه وسلم أمتي بين 60 و70 وقليل منهم من يتجاوز ذلك. دل هذا على أن 60 سنة بداية الكبر 60 سنة خلاص الشين تمغانيشا إذ تري الإنسان يكون قريبا من غيره إلى الدار الأخرى يكون قريبا إلى قبره إلى منازل الآخرة. الكبر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على فضل طول العمر مع حسن العمل أن الإنسان إذا طال به العمر نعم صحيح أن نسر التصن يوذن خصوصا يوذن قرن الوالد النغ من ملقي ما كيسن فوق مجلس مع الوالدين ديالنا ولا مع شي واحد كبير تيقول لك اطلب الله يديني في الجهد ديالي تغرب ذي ويدي الجهدينو
يعني ما يبقاش ضعيف عند ولاده ولا عند شي حد اخر هذيك قيمي ذخرخاس ويزمع لي كثير هما الكسيس كوغاوا نهار هذيك قيمه يومين غميس اسيني مسكاوا حسين فيها فيك شي شك في النهار يعاود سيما شويه تشم قاو حرق الى غير فاتمناني وداني مقرنا ربي عز وجل ثني واحد القوه نسن ثني واحد الجهد نسن غير نسن ولا شك ان هذا من باب هذا امر يعني مخالف للسنه وامر خطا ما ينبغي للانسان هذه التارمخت انت اللي جهد نس انت مازال عاد يمنع مساله يا خاطئه قا خيوضني بقرن اذا يتسراني الوالد النغ ويقابو يا ربي ويدي تزماينو كسيدي تزماينو ما يطلب هذا لانه ليس بخير الانسان فوق ما طال به العمر وحسن العمل كان افضل اسمع يقول النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من حديث ابي بكرة رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله اي الناس خير يا رسول الله من يسجن مخيان يودان في نوم الناس اللي مخير ديال الناس اي الناس خير جبوني قال يا ربي سيايب يعني يتمنى غادي مثل لا اي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله والنوم الزكهار بذي العمر طول الله في العمر ولكن مع حسن العمل ما بقاش انسان يطول في العمر يكون عنده 70 سنه ويكون كافر ولا مشرك هذا ما ينفع ولا يشفع اتحدث عن المسلمين عن الموحدين طال العمر وحسن العمل يعني في عمل الصالحات في عمل الخيرات فوق ما طال العمر وزد في العمل كان افضل هذا خير الناس ثم قال الرجل فاي الناس شر اما نسيو ذني غيري جن الشر وذني عفن ويحرن قال صلى الله عليه وسلم من طال عمره وساء عمله والنمي الزقهر بذي العمر ثم يتك السيئات والعياذ بالله ثم يبارز الله عز وجل بالمعاصي والذنوب هذا شر الناس نسأل الله العافية والحديث أخرجه أحمد الترمذي وهو حديث صحيح إذن هذا مخالف الإنسان يا ربي ويدي زمانه لا يعني يا ربي إذا أطلت في عمري فأحسن عملي اللهم إن أسألك طول العمر وحسن العمل وسيتأكد لكم هذا من حديث من كلامي فيما يأتي بإذن الله وروي أو روى أحمد أيضا وهو حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أخلاقا يا الله شوف النبي عليه الصلاة والسلام قيس سوى الخيوة ذنب قرن يقال مخيار يومين دان التص ونحن نعلم بأن العمر والأجل ليس بأيدينا ولا نستطيع أن نبدل فيها ونغير فيه هذه حكمة الله البالغة ومشيئته سبحانه وتعالى لكن من أطال الله في عمره وحسن خلقه وعمله كان من خيار الناس ولازم يقول خياركم أطولكم أعمارا إن شنو خيار يوم نتدان التص زيد وأحسنكم أخلاقا يتغيم ذي الأخلاقنس يتغيم ذي الهبنس يتغيم ذي رقانس يعني يتغيم الإنسان ذي عمل الصالحات وعمل الخيرات ويشير إليه الناس ويقدمه الناس ويستعمله الناس ويتقاضى إليه الناس إلى غير ذلك أولئك خيار الناس ما منهم قد جنهاد قد ذكر أن سليمان بن عبد الملك دخل مرة المسجد وهو خليفة يفتم زيدا فوجد في المسجد رجلا كبيرا في السن يفدي النجو ثار رسم غا قواعد رجل كبير في السن في المسجد فقال له فسلم عليه إن السلام عليكم ثم قال له استقصاه قال له يا فلان أتحب الموت يفدين يثارس مغاره مزيد يقيم يفخسخون يحكم يفدين يثارسني ثم الناس ما خصدت مذذ ما تحب الموت ثارس مغار قال أتحب الموت قال له الرجل لا الناس لا تحب أبو الموت طيب غافي السن الناس لا أحب الموت قال ولما الناس عما ما يشي يجين شكخو ثم غاض وقوات مذذ واتخص أبو الموت شي قيم جاء قال الشيخ ذاك مائك 70-80 يتراجوها أكثر من غيره فمش يجي شكوى تحب يذبون موت قال ولما فقال له الرجل اسمعي الذكاء اسمعي الذكاء يوذني مقرن شوفي الذكاء قال له هذا الرجل لقد ذهب الشباب وشره الشباب ذي الشر ذي الفتنة الشهوة مثل تأتي شاب تدعوه نفسه إلى فعل أي شيء واكتشاف أي شيء وإلى فعل المحرمات وانتهاك المحارم لأنه يكون قويا ويأتي شاب يستطيع أن يفعل مثل هذه الأمور قال ذهب الشباب وشره زيد
وجاءت الشيخوخة أو جاء الكبر وخيره. الناس توزد سمغا سرخانس تعرف نبغى يتولي سرخاذ البركة. قال وفيما؟ قال أنا إذا قمت قلت بسم الله. الناس خمت كارقة بسم الله. وحين أجلس أقول بسم الله، وإذا أكلت أقول بسم الله، وإذا انتهيت أقول الحمد لله. أليس هذا كله خير؟ الناس قال الشيء إذا يقيم نخو تسبيح قد سبح غلق بسم الله الكاخ بسم الله ما شاء الله الحمد لله الناس قا نهاينو يكمر التسبيح وغير من غحضيغ وتجيبو درخا الشباب نيتو غادي يرهيغ يتو غادي يغفرغ يتو غاسمح غي الصلاة تثمونا كتا المسألة التفلايس غيرها من الأمور التدخين الشيشة صنية باشن كل هذا يكون في الشباب. لكن إذا كبر الإنسان يأتي الخير وتأتي البركة ويأتي ذكر الله تبارك وتعالى. فلا شك أن مثل هؤلاء الناس يذنى بإنسان. وهذا كذلك من معاني قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. ماذا ثاني ذي جنة هذه العمر نش هاني ذي جنة خازمة مضنارة ماذا ثاني تيوشان خازمة مضنارة. اليوم تزيد تصلي الصلوات الخمس وتدعو وتنفق من مالك وتذكر الله سبحانه وتعالى تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تغرس لك نخلة في الجنة. فإذا قلتها الآن خير لك من أن تموت. فلذلك طول العمر مع حسن العمل. هذا موسى عليه السلام. موسى عليه السلام أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. موسى عليه السلام يساعد بنتي الرجل الصالح كان رجلا شيخا في قوله تبارك وتعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. موسى عليه السلام لما ورد مدين لم يروح مدين مدينة وقبيلة مدين هروبا من بطش فرعون وقومه لم يروح مدين يفذي نيجن تمغاف يفذي نيج القوم تيمنز كيشموانو يفذي نيثنين تحنجيرين قيمة غطاف غاس تربهايم وتيمن شا يسقسات ما خطبكما مكني تيوغين نتنسي نوز ما نايم حما بعد نيوذن بمعنى حما بعد نيار يزن السن وان تخلط بوك يار يزن حما بعد نيار يزن السن يخنين وير بهايم النغ يوم أن كان الحياء ويوما كانت السترة ليس مثلك مثل هذا اليوم صلى الله العافية. أصبحت النساء تزاحم الرجال في الأسواق في المحلات في السيارات في الحافلات في غيرها من الأمور وأصبح صوت المرأة يسمع على مسافة كذا وكذا في السوق السورك بامتحان طافع الصوت مش النات مش طايلة غير ذلك مما يقع. في يوم إن كان الحياء وكانت السترة لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا إبا بثنغ شيخ كبير ببثنغ يمغى وإذن ما ليهم وإذن ما دياس يدكور يعني بس عليهم إذا استديمنت. موسى عليه السلام ماذا فعل؟ جرم إخواني وذني ثم سقى لهما عليه الصلاة والسلام يوي ما سنتاماني مارة وعدن تربهايم ثم عقبنت غال وليد سنت. هذا مساعدة موسى عليه السلام لهاتين الفتاتين لا شك أنه بسبب عجز أبيهم. فلذلك اعلموا أيها الإخوة رحمكم الله أن الشريعة الغراء رحمة الكبير بحيث أسقطت عليه كثيرا من التكاليف أثار أسخميم غا الشريعة ضحميث. مثلا نشوف الصيام يشترط فيه القدرة الصيام يقصدري أثار أسيزما ما يروي زما يسقط عنه الصوم فريضة الصوم ذو التغني ويزما أثار أسخميم غا ويزما ذي زوم غاس الدوا ذي ستنسيون سكو ويزما حتى الجوع ويزما ذي صبا يخصص كور 15 مينوت تسعة تريد شويت لا يستطيع لا يطيق. وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين الله عز وجل الناس كسات الشد ثم سش حد النغني إما رويز المقع هذه شويس الشحد إذا كان فقيرا. أسقط الله عنه هذا الركن من أركان الإسلام رحمة به رب عز وجل يا حميث. علاش؟ لأنه يعلم أنه ضعيف يعلم أنه لما يكبر الإنسان ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله يعلم أن هذا الإنسان إذا كبر في السن يسمى أنه لا يستطيع ولا يقوى ويتلي ذي سومنوس ويحدثني بالأمس القريب الأبينون الشباب يسأل كذي قاري أمي قواسين غزما غسوس زمور الله 82 سنة يقاري ذي سومنوس واسين غزما غسوس يكسين غش انتقر. نعم إذا لا تستطيع الله عز وجل أعلم بحالك لا تسأل لا طبيبا ولا غير ذلك. إذا كان الإنسان لا يطيق هو أدرى بنفسه وهو أعلم
بنفسه، فأسقط الله عنه هذه التكاليف. بل تعدت هذه الرحمة أيها المؤمنون إلى الكفار في السلم وفي الحرب، حتى يذن يمغان حتى يترين غير مسلم يترين كافر. ذكرت لكم مثال ببس أبو بكر، وكان رجلا كبيرا في السن، لما أتى ليسلم من النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد جيت إذا الدرغة سحغنيه، يريد جيت سحغنيه، وكان كافرا. أما في حال الحرب صور كثيرة، الله عز وجل يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قاتلت إنك نويت قتلا، قاتلت إنك نويت قتلا ويتعتدت ويتعدد حد، ولا تعتدوا. ليس اليوم صلى الله العافية والسلام هذا هذا يعني هذا المنكر الذي يقع في في, في الحروب، سواء كان من أعداء الملة أو كان من أبناء بعض أبناء هذه الأمة، ممن خرجوا على سبيل أهل السنة والجماعة، ممن يقتلون الصغيرة والكبيرة والمرأة والضعيفة وأهل العلم وغير ذلك، لا يميزون بين أحد، نسأل الله العافية. أتقتل منك نويت قتل، واسمني مبيوذا زطر مرة، واسمني مبيوذا زطر. قال مالك، الإمام مالك رحمه الله: لا يقتل النساء والصبيان والشيخ الكبير. ثم غارين دي حجاني مزيان ندوسة وهم قد واتمرغين شينا وهم تلقشا والشيخ الكبير. والرهبان والمحبوسون في الصوامع والديارات. الرهبان من النصارى ومذين نترين دي الصمعة، مذين ترين دي الصمعة، عبد الرب دي الصمعة، يعني تغمان دي الصومعة. هؤلاء كلهم لا يقتلون لأنهم لا يقاتلون. قال ابن قدامة رحمه الله: إذا ظفر بالكفار لم يجز، يقارش ملكة غلب مخ الكفار. شوف الأخلاق، الأخلاق يغدي جنبي عليه الصلاة والسلام. ملكة غلب مخ الكفار ذي شن المعركة، ذي شن القتال، ذي شن الجهاد، تغلب مخ الكفار يومين غانق وشن قد زطاف أنقد سحنجيرين يحنجان في مغارين والسولة أنق كل شيء، كل شيء الناس غادي يقتلهم، كي الكبار كي الصغار، ونمثلوا بالجثات أسنكسي مجان، قطعوا لهم الودنين وقطعوا لهم وقلعوا لهم العينين أسنكسي بالسن تمثيل. اسمع، قال: إذا ظفر بالكفار لم يجوز قتل صبي، حرامة غدا حنجا يا مزيان، لم يبلغ بغير خلاف، وليس الخلاف، ولا تقتل امرأة فمغاف وتنقض، ولا هرم، ولا شيخ ثان أثار صمق نوسة. وبذلك قال مالك وأصحاب الرأي ومعهم الشافعي وغيرهم: لا يجوز، حرام أن تنغذينا. بل جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة. النبي عليه الصلاة والسلام في أحد الغزوات وأصحابه قدامه أمامه يستانس، وإذا بهم وجدوا امرأة مقتولة وفي نجد تمغات تمود الغزوة نغين في مسلم، نغين الصحابة كانت في أرض المعركة وفي تموت مقتولة. فلما وصل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أفرجوا له الطريق أزمن سبريد، فنظر إليها فإذا هي امرأة يفيد التمغاث. تعلمون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرحمة عليه الصلاة والسلام، وكانت في صف المشركين، ثقت غتك المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر موت هذه المرأة وأنكر قتل النساء والصبيان، والحديث متفق عليه. بل في رواية أبي داود، في رواية البخاري ومسلم، أنكر قتل النساء ثبوت مغارين وذا حجاني مزيان. هذه المرأة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود والتي حسن أهل العلم، قال: ما كانت هذه لتقاتل، إن النبي صلى الله عليه وسلم ثاقت وغوات من غشاء، ثوات هذه ما كتقاتلش، المرأة للقهميتة مع المشركين، قال هذه ما كتقاتلش، ما كانت هذه لتقاتل، هذه ما كانتش كتقاتل، ثقت غوات من غشاء، ما كانت لتقاتل. فقال لأحدهم إن سيجنز الصحابة إزا، قال: إلحق خالد بن الوليد، إن سيسغ خالد بن الوليد وقل له لا تقتلن امرأة ولا عسيفة، إن سيسغ خالد بن الوليد إن يسوين قمغاف وين قهدم، وين قهدم العسيف وهو الأجير أخدم، إني تسلك المشركين توي ناس السلاح نسند قر توي ناس حوايج سخانطن واردن ييس نقدر غم إلى غير ذلك، إن دي خدام ومن عنبو السيف، إن سزر سير دغيا قول خالد لا تقتل امرأة وانقبوها مغاف ولا عسيفا ولا أجيرا، صلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. فيأتي اليوم الجهال ويأتي اليوم الخوارج صلى الله العافية، ممن يخرجون على الأمة بسيوفهم وعلى الحكام بسيوفهم، ويقتلون
ولا يميزون كما ذكرت لكم. ثم إذا سئلوا في ذلك نسبوا ذلك إلى الإسلام ونسبوا ذلك إلى شرع الله نسبة الدين. فكل من يقتلونه اليوم في سوريا ولا في من دول المسلمين ينسبونه إلى الدين بأنهم يقتلون الكفار. نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله تعالى من الضلال. أحبتي في الله أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين. فيما تبقى من الوقت أيها المؤمنون نتحدث عن بعض أبرز حقوق المسنين وكبار السن. بعض الحقوق إذا قتواسن يوضن قرانا أخسن السيول في عجالة بإذن الله تعالى مين دان قتواسن شنو كيسلوا لنا الناس الكبار يوضن قرانا سواء كانوا ذو الوالدين أو لا ذو الأعمام أو ذو الأخوال أو ذو الجيران أو ذي مسلمين ذي الطاف ماذا يستحقون وما هي الحقوق التي يتوجب علينا نحن أن نحفظها لهم. فاعلموا هذا وعوه جيدا أيها المؤمنون فإنكم ستسألون عن هذا ولا شك يوم الوقوف بين يدي الله. أول حق من الحقوق أيها المؤمنون التوقير والاحترام والإكرام. التوقير فالرسل على سبق قرن يوقى يوقر الكبير ويحترمه ويكرمه. فعلى سبق قرن يوقر ويحترم وإن كان مخرفا وإن كان مخرفا وخنت ويسلموا من يقى ويسلموا من يخدم وخنت جماعة رسخ من غاية خافين يدكوا ويسلموا من يخدم سرع قرن النسخ خصوصا المرض ينتشر خل الزهايمر ينتشر الآن الذي يتفن نيسان ويعقر هذه الزج هذه عضلي الزج هذه عضلي الزج هذه قروضو هذه عضلي قروضو هذه الشسين قواشير. هذا كذلك يحترم ويوقر وتعرف له مكانته لا يقال عنه مجنون قامبون أبوها الواسمين يخدمي وانضار الدها. ينبغي أن يعطى له حقه وينبغي أن يكرم. جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حس إن من إجلال الله إن من إجلال الله وإني خسن الذي عظم ربي وإني خسن الذي عظم ربي عز وجل الذي جل ربي سبحانه وتعالى الذي عظم من غيق إكرام ذي الشيبة المسلم الذي كارم باب الشيب زقم سلمن فارسيتين ضو قران يمغى السن. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم أن تكرمه بجميع أنواع الإكرام وأنواع الإكرام معروفة قد يكون باللسان وقد يكون بالفعال وقد يكون بغيرها من الأمور من إجلال الله إن شو نخص ليجل ربي هذا يعظم ربي هذا يكرم أتعرس يترين ذم قران. بل قال عليه الصلاة والسلام من لم يرحم كبيرنا ولم يعرف لصغيرنا حقه فليس منا. وإنه يا أحمد أتعرس القران ويسن بول حق مني مزيان واجب الزين أي ليس على سنتنا وليس على منهجنا ولا على طريقتنا الذي لا يعرف ولا يرحم الكبير ويحمل الكبير مريق قطع دبري لخسي بيت عزيز نخلع مرين يدي التاكسي واسي تشبور وقت مرين يسبدو هذا زيت بدي ومرين يذبدو إزماع ذي قيم وزيت الشرك واسي إلى غير ذلك لا يفسح له المجال بشدي يعذو إلى غير ذلك من أنواع الإكرام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقر الكبير. النبي صلى الله عليه وسلم توقر وذنب قرن. اسمع جاء في صحيح مسلم في قصة عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود في قصة ذهابهم إلى خيبر. اثنين الصحابة يسكن النبي عليه السلام خيبر ويومئذ صلح مع اليهود وتغذني توصل حنك ودين ودين دغدان فدخل وثن غودين وإذا بأحد اليهود يعد عبد الله بن سهل رضي الله عنه ينغيث هذا الصحابي غذانت ودين انغينت رميت غانغن ينجم محيصة يسلك فجاء محيصة فوجده في دمه رميد السج محيصة يوفى عبد الله نغينت يوفى مدوك الصحابي الجليل نغينت يوفى الدقذن من النس ويسن وذين غين ولا يدري من قتله من هؤلاء زقوذين النوذين غين فأخذه رضي الله عنه ودفنه يكسيثين ضريف ثم ذهب محيصة وحويصة
محيصة وحويصة ذو مثنين اثنين شديني جندم قران ذيني جندم الزيان روحنا غال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيني نقشو ذين من الجين أقشو ذين غين عبد الله بن سهل رمي غارحنا غال النبي صلى الله عليه وسلم بشر شهدن خل مسألة ذيني تتي لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه مرغذان وذين سيقاتلهم ويجليهم عليه الصلاة والسلام. لما أقبلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بأخ القتيل وهو محيصة رضي الله عنه وأرضاه أو عبد الرحمن بن سهل رضي الله عنه. عبد الرحمن بن سهل ذو مسمو النيموثن يزدي السيولك النبي عليه السلام تقدم الزيان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن كبر 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 سميقا كبر وجبوا الناس الله أكبر الناس كبر يعني الجم قرن ذي السيول زني قرن ذي السيول يا عبد الرحمن كبر كبر أم قرن وهو حويصة ومحيصة ابن مسعود توين ديب قرن خس الناس يستور بوشك وخذوا مش يتكلم الكبير قال كبر كبر صلى الله عليه وسلم وشي أولي النيم قرن قبل النيم الزين وأشياء كان هذا توقيت. كذلك من الحقوق التوسع له في المجلس ما لا تنقم ذي شان المجلس ذي شان صالة في شي بيت جالسين ولا في المسجد ولا كان سمعوا شي درس وجا شي واحد كبير يوزشان يجي ندم قرن هذا سنوسع هذا سنجمشان نوسع له في المجلس ونجعل له مكانا نسنكشو مشجارا غريقا لأن التوسع للقادم على أهل المجلس إذا أمكن فيه خير عظيم لا سيما إذا كان ممن أمرنا بإكرامه من الشيوخ من كبار السن من ذي الشيبة أو من ذي العلم لكونه كبيرا وذا علم وذا حكمة نوسع له نوسع له. ولذلك في الحديث حديث جرير رضي الله عنه والحديث حسن بمجموع طرقه مرفوعا إذا أتاكم كريم فأكرموه قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من جنس كريم يسلجهن كارم كارمط ولا شك أن كبير السن من باب أولى أن يكرم كما ذكرنا في الحديث. ثالثا من أوجه هذه الحقوق الحياء والتأدب بين أيديهم الحياء ذروقات تأدب جاي في السن النيوذن يبقرن يعني وغسن تكسبو ذاك شواث من قلعوش الحياء حدا الناس الكبار يوذن يبقرن وغسن تكسبو الحياء وان تكسبو الحياء جاهل سن خميتيرين يوذنا يمقرن الكبار في السن. وكذلك لا نتقدم عليهم في الكلام. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة للصحابة إن الصحابة رضي الله عنهم وين غاينين إجن الصجاف لا يتحات ورقها في ورق النص والطينت والصجاف النير ذيس كذا وكذا وشي بذي وصفيت يتشل أوصف ذي الصجاف النير ما مشكيت الأوصف يترين دي المؤمن سجاني ذي الوصاف مش نوع أوصاف المؤمن وذي غاينين من السجادة. والصحابة كلهم ينظرون ويفكرون وإذا يتبادر إلى ذهنهم أنها شجر البوادي سجاني يغمين يغمين دي الكامب أوث الصفصاف وقس على ذلك سجاني يغمين وشبه كلش من دقة مرة من دقة سجاد سجاد يقارس لا. يقول عبد الله بن عمر وكان صغيرا عبد الله بن عمر مس عمر خطبت قدام الصيام يقين الزهيبة بس وين ذي المجلس أبو بكر عمر لأنه يوافين بول جواب رضي الله عنهم ويكيسن كيسن عبد الله بن عمر وكان صغيرا يقول عبد الله بن عمر غاين النبي عليه السلام سؤالني إيش تغسنغ باللتيني تصجحنتيني قال دار في ذهني وفي عقلي أنها النخلة سيد غير عقر باللت تصجحنتيني. والصحابة ذيني أبو بكر وعمر ما رأوا خصف في غنشاء ولو فلما قال النبي هي النخلة النبي جاوب النيث إن سند النخلة تصجحنتيني رمي فغن الناس عبد الله بن عمر رضي الله عنه إبابس عبد الله الناس يا عمر رضي الله عنه الناس يا أبتي أبابا قد تغسنغ باللي تصجحنتيني كنت عارف باللي الشجرة دي هي النخلة. قال له عمر وما منعك أن تقوله وعليش ما قلتيهاش علاش ما قلتيهاش يعني عمر بغى يفرح بولده يجاوب وصدك الكم وفيهم أبو بكر فيهم عمر أرى كبار الصحابة هادو وعليش ما قلتيهاش. فقال له عبد الله مكانكما أنت وأبو بكر إن سمش النوم شكل أبو بكر إذا يجنوز مغذ السورخ المكان نوم شكل أبو بكر إذا يجنوز مغذ السورخ سبحان الله شوف التوقير شوف قال مكانك أنت وأبو بكر قدركما
قدركما، شوفي الإجلال الاحترام، الناس وخارج ومش السحيق قديني ودن مغان ديني ودن الزانة يا أبو بكر عمر وزما غسورة لم يقولها. فقال له عمر والله لو قلتها ملك تنيذ لكان أحب إلي من كذا وكذا. الناس ملك جاوب تنيذ جاوبني نشغالي أحسن زي وقرن دونشت ماذا مصيان هذه جاوب وسط الصحابة هذه الجواب النص هذه الجواب الصحيح. ولكن غزالي عبد الله بن عمر يوقي توقيرا وتأدبا لهؤلاء لهذين الشيخين شيخاكه لأهل الجنة أبو بكر وعمر وهما المبشرين بالجنة رضي الله عنهما. سبحان الله. كذلك من الحقوق أيها المباركون ابتداؤه بالسلام وتقبيل الرأس. هذا على ستيرين دقران قواجبون تخلق رئيس الجمن قشكي غس رئيس الجمن وترجبون تجديني السلام خميغان مرقد قوذي الشارع نشدي الجني مغا يخسن شي دسغيني السلام. أنا نبدأ بالسلام مشي هو اللي يبدأني بالسلام، وهذا من إكرامه وتوقيره أن تبدأه بالسلام. السلام سنة مؤكدة ورده فرض واجب، ولا شك أن له وقع عظيم في نشر المودة والألفة بين المسلمين. وقد صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم حين قال صلى الله عليه وسلم والله لن تدخلوا الجنة، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. انشات السلام إن السلام الجنة على من عرفت ومن لم تعرف. أصبحنا في غربة والله، إذا سلمت على الرجل ينظر إليك مغدا ثاني السلام عليكم واش السن يتغي ما يمني غصاد دايك شكر وحنت يتنقرب ما يسنايي ما نظريغ. يا أخي مسلم سلم عليك رد السلام. نتعجب ما يمي نتعجب تعرس مروات السيدين السلام ما مريوضي سجم خاك سوفوس إلا سلم عليك باليد السلام عليكم أخي الكريم مليك وشي مزيان ثم يأذو أتخافنا من يوغين ومن إذا السن أتحدد هذا الدعال القير قي الجن السجم خافي واسر من دنيا يواش كسرت شادي بذي بينصا علاش نوا ما ولفناش وعن النمشاء. وهذا من السنة من صميم الدين هذا السلام. فالكبير تبدأه أنت بالسلام شكرا مزياني خاصة يسجمن. والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة كما ذكرنا أن يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير والراكب على الماشي، فتبادر بسلام الكبير وتراعي سنه. بل أكثر من هذا، إذا استطعت أن تقبل رأسه فقبل، فإنه ثبت في السنة الصحيحة أنه يقبل رأس الرجل الكبير. هذا رسم قران يثبت في السنة السذن سسجف يثبت في السنة أن تقبل رأسه ولك الأجر في ذلك. هذا من كريم من إكرام هذا الرجل الكبير ومن باب التواضع كذلك لك أنت، ومن باب تحصيل الحسنات كذلك، ومن باب أن ترحم أنت غدا وبعد غد كلما وقرت وكلما أحسنت. لا شك أن الله سيجزيك بذلك. فتسلم وتقبل رأس الكبير فرسم قران هذا السذن أسجف. هذا ثابت في الصحيح، وثبت في بعض الآثار في عند السلف إلحاق اليد بالرأس، يعني من السذن الفوس معليش حتى فوس معليش. ولذلك نحن نقبل يد الوالدين السذن فوس الوالدين النغ يذورا مثلا يوذن بقران عموما نقبل أيديهم. هذا ألحق بالرأس وهذا ثابت عند كثير من السلف. علاش؟ توقيرا لهما واعترافا بجميلهما واعترافا بحقهما تقبل يده أو تقبل رأسه. وثبت حتى على الأم تقبيل قدمها، ثبت عند السلف كثيرا أن الأم تقبل قدمها قربة تقربا إلى الله تبارك وتعالى. بهذا القدر كفاية بإذن الله تعالى، ندعوها في الجمعة الماضية بإذن الله حتى نختمها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأداء هذه الحقوق. اللهم وفقنا لأداء هذه الحقوق وللعلم بها والمعرفة بها. اللهم أعنا يا رب على حفظ حقوق كبار المسنين، اللهم أعنا على حفظ حقوق الكبار، اللهم أعنا على توقيرهم، أعنا على احترامهم، أعنا على تقديمهم. اللهم يا رب ارزق المودة بين الصغار والكبار، اللهم ألف بين قلوب الشباب والكبار، اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم وشيبتهم، اللهم قوهم في أبدانهم. آباؤنا كلهم وكبار السن، اللهم قوهم في أبدانهم، اللهم قوهم في أبدانهم. اللهم يا رب اشفهم وعافهم، عافهم في صحتهم وأبدانهم وأبصارهم وأسماعهم.
اللهم أطل في أعمارهم على طاعتك يا رب العالمين. اللهم ارزقهم حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا وإياهم حسن الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا وكلامهم من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذين اثنين الإخوة. هذا أخ يسألكم الدعاء لابنه قي قدرة صوان نص قدرة فطن سنتتي قث ذي الغيبوبة ذي الإنعاش ذي الشنمارة ذي الرئة ذي فاروث قد يعني ذي إسبانيا يعالج. نسأل الله أن يرحمه وأن يرحمه والرحمة تكون للحي والميت حتى وثق قيام القيم موت. الرحمة تكون للأحياء والأموات. أسأل الله أن ينزل عليه رحماته ويشفيه ويعافيه ويرده إلى أبيه سالما غانما. اللهم أسعد والديه بشفائه يا رب العالمين. اللهم أسعد والديه بشفائه يا رب العالمين. اللهم مد في عمره على طاعتك واجعله من عبادك الصالحين يا رب العالمين. وهذه أخت تسألكم دعاء لها بالذرية. اللهم ارزقها الذرية الصالحة وارزقها الذرية الصالحة التي تعبد الرحمن وتطرد الشيطان. اللهم يا ربي بشرها بولد صالح يا رب العالمين. ولكل عقيم يا ذا الجلال والإكرام يا ربي لا تدع معنا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا من ديننا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ورزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملا صالحا في رضاك. اللهم وفق من قلدته أمرنا أمير المؤمنين ألا الملك محمد السادس. اللهم وفقه الخير وعينه عليه. أليه الحق حقا وارزقه اتباعه وأليه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه ومثل لهم ولي عهده نباتا حسنا واجعله من الراشدين. واحفظ بلدنا المغرب في أرضه في أهله يا رب العالمين واجعله آمنا مطمئنا وسائلا بلدان المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة بالعالمين. 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 وأقم الصلاة